أهلا بيكم. 22 مومياء لأعظم ملوك وملكات مصر بيتم تجهيزهم في رحلة أسطورية للمتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط. هيغادروا مكانهم في المتحف المصري في ميدان التحرير في رحلة ينتظرها العالم كله. النهاردة نوريكم صور رهيبة ونادرة للمومياوات اللي هتتنقل في هذا الموكب العظيم، واللي أغلبهم تم اكتشافهم في خبئتين، خبيئة الدير البحري، ودي تم اكتشافها داخل مقبرة بالدير البحري في الأقصر سنة 1881، ومقبرة الملك منحتب في سنة 1898 بوادي الملوك بالأقصر. أعرف عظماء بلادك اللي هيمشوا في شوارع القاهرة الكبرى هم مين؟ معانا في هذه التغطية الخاصة لكم. تعالوا نبتدي مع بعض بأول مومياء. مومياء الملك صقن رع، أقدم المومياوات في هذا الموكب، وهو اللي بدأ حرب التحرير ضد الهكسوس. هو ملك عظيم قاد انتفاضة مصرية ضد الأجانب والغرباء اللي احتلوا بلدنا. استكمل أبنائه من بعده كفاحه لغاية ما قدروا يحرروا مصر. مومياء صقن رع مصابة ببلطة في رأسه اللي أدت لموته. خليني أوريكم البلطة اللي هي دي مكانها بالضبط. دي البلطة اللي موجودة في رأسه اللي أدت لموته. الإصابة تمت في واحدة من المعارك ضد الهكسوس، زي ما أنتم شايفينها مرة تانية، هي دي الإصابة اللي أدت لموته. تعالوا نروح مع بعض لتاني مومياء. تاني مومياء لابنه الملك أحمس اللي طرد الهكسوس من مصر، أسس الأسرة 18 والدولة الحديثة في مصر. أحمس قاد جيوشه لما كان عنده حوالي 19 سنة بس. استخدم بعض الأسلحة الحديثة زي العجلات الحربية في حرب التحرير المصرية العظيمة ضد الهكسوس برضو. قدر أنه يقضي عليهم تماما ويطردهم خارج حدود بلدنا. ملكة مصر أحمس نفرتاري اللي كان عندها 4 أبناء، أعظمهم ابنها الملك منحتب الأول، وهي من أعظم ملكات مصر القديمة ذوات الأثر الخالد، وهي الزوجة الملكية للملك أحمس الأول اللي طرد برضو الهكسوس. هي أولى الملكات اللي أخذت لقب الزوجة الإلهية لأمون، وفضلت أحمس نفرتاري خالدة الذكر. تم تقديسها من خلال المصريين بجانب ابنها منحتب الأول، واللي هيصاحبها أيضا في رحلتها بكرة لمتحف الحضارة. دي صورتها. خلينا نروح مع بعض لمومياء أخرى. مومياء الملكة حتشبسوت، وهي ابنة الملك تحتمس الأول وزوجة الملك تحتمس الثاني، والوصية على العرش بعد وفاة زوجها، ثم ملكة مصر بالشكل منفرد. من أشهر أثرها معبد الدير البحري بالأقصر ذو التصميم الفريد، ويسجل لها نشاط تجاري معروف في بلاد بونت في الصومال حاليا. مومياء تحتمس الثالث، وده أهم حكام مصر على مدار تاريخها، وده اللي المملكة بتاعته بلغت أقصى اتساع لمصر في تاريخها لما وصلت من أول تركيا لغاية منابع النيل في الحبشة. بنى تحتمس الثالث القلاع والحصول، قام بتدريب الجنود على أفضل التدريبات، امددهم بأسلحة مبتكرة قوية زي النبال المستحدثة، وتوسع في استخدام العربات في القتال. وفي حملة معركة مجدو قسم جيشه لقلب وجناحين في أول استخدام لهذا التكتيك العسكري في التاريخ. عمل مناورات ما كانتش معروفة قبل كده، مغامرات عسكرية قلبت موازين المفهوم العسكري فيما بعد. نروح مع بعض أيضا لمومياء الملك رمسيس الثاني، وهو أشهر وأعظم ملوك مصر القديمة، وثالث ملوك الأسرة 19، وبينسب ليه العديد من الأثار في البلاد زي معبد الرمسيوم وجزء كبير من صالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك ومعابد النوبة زي أبو سمبل. كمان ليه نشاط حربي ضد الحيثيين، من أشهر المعارك اللي خاضها ضدهم كانت قادش، وبعدها تم توقيع أول معاهدة سلام مكتوبة في التاريخ، أنتم متخيلين؟ وزوجته الملكة الشهيرة كانت نفرتاري اللي اتبنى ليها معبد بجوار معبده في منطقة أبو سمبل. وعايزة أقول لكم أنه هو حكم مصر لمدة 67 سنة. أهم أثاره زي ما قلنا معبد أبو سمبل، وفي طبعا ظاهرة تعامد الشمس المعروفة والشهيرة. طيب نروح مع بع بعض لمومياء أخرى. مومياء تحتمس الرابع،
صاحب اللوحة اللي موجودة بين رجلين أبو الهول، وهي لوحة الرؤية اللي بتروي الحلم اللي شافه تحتمس الرابع لما شاف إن أبو الهول اتكلم مع تحتمس وقال له إنه إذا قام بإزالة الرمال المتراكمة على تمثاله وحافظ عليه فهيمنحه تاج مصر، وفعلا ده اللي حصل. فعلا ساعتها أخمد جميع الثورات اللي قامت. نروح مع بعض لمومياء مختلفة. من المومياوات أيضا منحوتب الثالث، تاسع فراعنة الأسرة 18، وهو من أعظم حكام مصر على مر التاريخ. بنى منحوتب معبد في طيبة ولكنه اتدمر للأسف بالكامل. كمان بنى عدة معابد أخرى. في الكرنك بنى معبد للإله مونتو إله الحرب اللي كان رب إقليم طيبة، ثم حل محله الإله أمون. أعظم بناء أقامه منحوتب في طيبة كان معبده الجنائزي. وجدت لي أثار أنتم مش متخيلين في الدلتا وطرة وفي بنها ومنف وجيزة وأرمنت وأيضا في سيناء. طبعا الملك منحوتب الثالث وزوجته الملكة تي ابنهم الملك الشهير منحوتب الرابع أو إخناتون. خليني أقول لكم أنها تكون موجودة معاه في الرحلة مومياء الملكة تي زوجته، وهي من أشهر ملكات مصر وصاحبة نفوذ قوي جدا جدا جدا. خصص زوجها عدد من الأضرحة ليها وتعمل ليها معبد مخصوص في النوبة. ولما تولى ابنها إخناتون السلطة قاد التمرد الديني الشهير ودعا لتوحيد الآلهة اللي انتقلت معالي عاصمته الجديدة في تل العمرنة، ويعتقد أنها اتدفنت الأول هناك في تل العمرنة قبل ما يعاد جثمانها مرة أخرى للأقصر بعد وفاة ابنها إخناتون وانتهاء ثورته الدينية. الملك ستي الأول، الملك ستي الأول واللي اتشهر بمقبرته ومعبده في أبيدوس، وهي أجمل مقبرة فرعونية موجودة على الإطلاق، موجودة على عمق 30 متر وبيصل طولها ل 136 متر. مقبرة ستي الأول منحوتة في الصخر، فيها رسوم لستي وهو بيتعبد للآلهة، وفيها أيضا نقوش جميلة جدا وعديدة. ومن المومياوات كمان مومياء الملك رمسيس الثالث اللي قدر يحمي مصر من غزو شعوب البحر، وينظر إليه باعتباره آخر ملك عظيم في المملكة الحديثة. كان بيمارس سلطة كبيرة على كامل مصر. شهد عهده الطويل تراجع القوى السياسية والاقتصادية المصرية، وبيرجع ده طبعا لسلسلة من الغزوات والمشكلات الاقتصادية الداخلية اللي كانت برضو عند الملوك اللي قبله. كمان اتوصف بأنه الفرعون المحارب بسبب استراتيجياته العسكرية القوية، وتمكن رمسيس من هزم الغزاة المعروفين باسم شعوب البحر اللي اتسببوا في تدمير الحضارات والإمبراطوريات الأخرى المجاورة. خلينا نروح للملك مرنبتاح. كان متقدم في السن لما اتولى الحكم، فكان تقريبا ساعتها عنده حوالي 60 أو 70 من عمره، وقام بنقل العاصمة لمنفس واتعمل هناك قصر ملكي بجوار معبد بتاح. وتم اكتشاف القصر ده في 1915 بواسطة بعثة متحف جامعة بنسلفانيا الأمريكية. طيب في كمان ومياء الملك تحتمس الثاني اللي حكم مصر لفترة قصيرة، وعلى الرغم من كده هو زوج الملكة حتشبسوت، إلا أنه عثر على لوحتين بجوار الشلال الثالث في النوبة، وكانت نتيجة للحملة الحربية اللي شنها ضد النوبيين. بكده تكون خلصت تغطيتنا من تلفزيون اليوم السابع عن المومياوات. شكرا لكم وانتظرونا في كل جديد، وإلى اللقاء.